بتعملي ايه هنا؟ انا كنت عند ال هي مش سمية قالت لك تروحي تنامي؟ ايوه قالت لي. انت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ والله العظيم بس انا والله العظيم ايه يا شيخه بس؟ شكلك كده لا هتروحي ولا هتيجي. روحي. اسمعني يا عامر، فتش عن ورقه مع مدير شؤون الموظفين والشيك اللي كانت موقعته بعت لي اياه باسرع وقت ممكن. اهلا يا استاذ عمرو. ازيك يا ابتسام؟ ازي حضرتك؟ اهلا اهلا استاذ عمرو. اهلين وليد. اهلين. اتفضل اتفضل. ايه يا عامر؟ عمال لي عامل لك ايه؟ وبعت لي الدعوه اللي كانت رفعتها. واسمع، ما بدي حدا يعرف بها الامر. حاضر استاذ وليد. كل شيء بصير مثل ما انت بدك. ما تعتذر. صباح الخير زياد. جيب لي دوسيه نور على المكتب. هي اوامر الاستاذ وليد. ناطرك. مين خبرهم بهالقصه؟ من وين عرفوا؟ الحقيقه انا فوجئت ان هم عارفين كل حاجه وبالتفصيل كمان. عدنان ربيعي ما بده يتركني بحالي. انه شو بدي اعمل لحتى ارضيه؟ ببيع له نيجاتيف الافلام اللي انا انتجتها مشان يعرضها بقنواته والقناه اللي عندي بسكرها؟ هيدا اللي بده اياه؟ هيدا اللي لازم يصير؟ هو أنا الحقيقة معرفش خلفية اللي بينكم، بس واضح كده إنها حرب عنيفة جدا. وأكبر دليل على كده هو الشيك ده. كان لازم طبعا أقول لك عشان تبقى عامل حسابك. تصرف الشيك هلأ وبتقبل هالعرض. أنا لو كنت ناوي أعمل كده ما كنتش جيت لك. الخيانة مش في طبعي يا أستاذ وليد، ولو عدنان الربيعي حتى قدامي كنوز الدنيا لا يمكن ألغي اللي اتفقنا عليه. هيدي مش خيانة، هيدا عرضه من حقك إنك تدرسه وتشوف المناسب لإلك. تفتكر إن عدنان الربيعي ممكن يعرض عليا عرض زي ده قبل ما يعرف إن أنا بشتغل معاك؟ الهدف واضح يا أستاذ وليد، عدنان لا يمكن يحط إيده في إيدي لأنه عارف إن أنا كنت خطيب عصماء اللي هي دلوقتي مراته. لكن بعد ما عرف بقى موضوع الورشه واللي حصل، معرفش المعلومات دي جابها منين اصلا، فكر بعد كده انه يحط ايده في ايدي. فكر انه ممكن يشتري كل الناس بفلوسه. ما بعرف شو بدي احكي او اعمل يا استاذ عمر. تعرف انك انت وليالي من انظف البشر اللي قابلتهم بحياتي. ليالي؟ تصور انا طلبت حضورها قبل ما تيجي حضرتك الدقائق تعرض عليا مكافاه مقابل انها وقفت حدي بالمستشفى وباتت عندي. تعرف شو قالت لي؟ قالت لي انت عم بتهيني. هيدي الكلمه نفدت على قلبي، اثرت فيي كثير، خلتني احس قديش انا صغير. انتوا ما بقى في مثلكم بهالكون يا استاذ عمرو. الكل ببيع، الكل بيركض ورا مصلحته حتى اقرب الناس لك.